الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أغلقت بورصات النفط العالمية على مكاسب أسبوعية، فيما حقق خام البصرة مكاسب كبيرة بعد ارتفاعها في آخر جلسة لها في الجمعة. وأغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بمقدار 0.40 سنتا ليصل إلى $100، فيما أغلق خام برنت على ارتفاع بمقدار 0.51 سنتا ليصل إلى $112. كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بمقدار دولار ليصل إلى $113. وخضعت أسعار النفط لتقلبات كبيرة بسبب المخاوف من أن حظر الاتحاد الأوروبي المحتمل على النفط الروسي قد يشح الإمدادات ويؤدي إلى تفاقم ضعف الاقتصاد العالمي. أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن العراق جاء ثالث أكبر مصدر للنفط إلى الصين خلال شهر نيسان من عام 2022. وقالت الإدارة إن العراق صدر إلى الصين خلال شهر نيسان من العام الحالي مقدار 4 ملايين طن من النفط، وبما يعادل 967 ألف برميل يومياً، مبينة أن هذه الصادرات انخفضت بنسبة 8% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأضافت أن السعودية جاءت بالمرتبة الأولى كأكبر مورد للخام للصين في شهر نيسان من عام 2022 لتبلغ 8,930,000 طن، ومن ثم جاءت روسيا ثانيا بمعدل 6,550,000 طن. أعلنت الهيئة العامة للجمارك ضبط 8 شاحنات تحمل أجزاء معمل عند مدخل مديرية جمرك المنطقة الشمالية من قبل قسم التحري ومكافحة التهريب. وأشارت إلى ضبط حاويات في مركز جمرك أم قصر الأوسط وضبط 4 حاويات في مركز جمرك أم قصر الشمالي، مبينة أن عمليات الضبط على قد تمت لمخالفات الضوابط والشروط الاستيرادية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. توقعت مصادر اقتصادية مطلعة أن تحدث أزمة سلعية في الرز في مصر خلال الشهر المقبل بسبب نقص كميات المخزون الاستراتيجي منه. ورجحت المصادر وصول سعر الطن الرز الأبيض خلال الأيام المقبلة إلى 20,000 جنيه مصري مقابل 15,000 جنيه في الوقت الحالي، لافتة إلى أن المخزون الحالي لا يغطي حاجة الاستهلاك في البلاد سوى لشهر واحد فقط. طالب البنك الدولي الحكومات العربية بضمان إمكانية وصول القطاع الخاص إلى الأسواق والمنافسة على قدم المساواة مع الشركات التي تديرها الحكومات. وأكد البنك الدولي في تقرير له أن ذلك يعد أمراً حيوياً لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغرض خلق فرص عمل في منطقة تعاني من أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم، وهو الأمر الذي يتطلب وجود قطاع خاص أكثر بروزاً وحيوية، فضلاً عن إجراء إصلاحات تنظيمية لأسواق العمل والمنتجات بحسب تقرير البنك الدولي. أما الآن فانتقال سريع لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. تمام الموجز برعايه الله.